السادة الحضور، فضيلة الشيخ، ممثلي النواب، الأندية والجمعيات، البلديات، المخاتير، القوى الوطنية، أسعدكم مساء. لم يكن الأمر سهلا أن تجد فكرة لطابع تذكاري يمكن له أن يختزل مسيرة مقاومة قارعت المحتل وأعداء الوطن من الخارج والداخل، ولا زالت متأهبة لأي لحظة يمكن أن يكون فيها الوطن بخطر لكي تذود عن ناسه وأرضه بكل ما أوتيت من قوة وغال ونفيس، إذ أن ما قدمته المقاومة الوطنية اللبنانية والمقاومة الإسلامية في لبنان يتفوق على فكرة محتملة لتحيتها أو تكريمها، لكن لا بد من إيجاد أيقونة متواضعة أو شعار ما يمكن أن يدلل على عطاءات المقاومة وفعلها ويعبر عما في ذواتنا تجاه قدسية ما حققته في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي حتى دحره عن أرضنا الطاهرة، بل والانتصار عليه وكسر جبروته والحد من تماديه في استباحة أرضنا وسمائنا، استباحة أرضنا وسمائنا ساعة يشاء. لذلك أشد على أيدي القيمين على قرار بلدية النبطية في تحيتها للمقاومة الإسلامية في لبنان ولحزب الله في مناسبة 40 ربيعاً على انطلاقتهما 1982-2022، وتكريس هذه التحية من خلال طابع تذكاري يطلق عليه أهل الهواية عبارة سندريلا، أي أنه طابع في كل ما للكلمة من معنى ويحمل في طياته عناوين وطنية وإنسانية وشعبية وحتى سياسية، لكنه لا يتداول بشكل رسمي عبر الرسائل البريدية والمعاملات. هي 3 طوابع قياس 3 سم 4 سم لكل طابع، مختلفة في الألوان واللوحات المرسومة لفنانين لبنانيين مقاومين، مخرمة مثؤوبة للأص، ويمكن لصقها على أي بطاقة أو مغلف والاحتفاظ بها للذاكرة والمستقبل في آن ما. أشكر الصديق الحاج صادق إسماعيل ممثلاً لبلدية مدينة النبطية على الثقة في تصميم هذه الطوابع وملحقاتها، أو منح الثقة في تصميم هذه الطوابع وملحقاتها مع بطاقات ومغلفات ومطويات، تماماً مثل شكري للمبادرة الطيبة المتمثلة في فكرة التحية لحزب الله والمقاومة الإسلامية من خلال الطابع والبطاقة والمنشور التي سيكتب لها حتماً الانتشار والديمومة. نبقى مع كلمة بلدية النبطية يلقيها الحاج صادق إسماعيل، وأهلاً وسهلاً بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحضور الكريم فرداً، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. كوكبة أقمار أنارت لنا الدروب فاهتدينا، والمداد دماؤهم روت هذه الأرض الطيبة الطاهرة فانبثقت إلى الحرية من قيد الاحتلال، لا بل وتلقين المعتدي دروساً لن ينساها أبداً في يومهم المجيد، يوم الشهيد، ألف تحية وثناء وشكر وامتنان إلى جميع هؤلاء الأبطال الذين نذروا الغالي والنفيس من أجل كرامة الوطن والإنسان. بتاريخ 11/11/1982، ومع الإعلان الرسمي لانطلاقة مسيرة المقاومة،
أقبل الشهيد أحمد قصير بسيارته المدججة بالعزة والكرامة والعنفوان قبل الذخائر نحو مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في مدينة صور، مفجراً إياه وموقعاً باعتراف الكيان الصهيوني آنذاك 76 قتيلاً من جيش العدو الإسرائيلي وعناصر مخابراته الشباك. انهارت فوق جثثهم الطوابق السبعة للمبنى وتهدمت معها كل الأحلام الإسرائيلية الطامحة لضم جنود لبنان إلى أطماعه. ومن يومها افتتح الشهيد أحمد قصير أحد الاستشهاديين ضد العدو الإسرائيلي الذي أنبت نصراً وتحرراً وانتحاراً للعدو ولو بعد حين. وتقديراً لهذه الدماء الزكية ولهذه المسيرة الطويلة المعبدة بالصبر والمقاومة والجهاد والإيمان، مسيرة 40 ربيعاً على انطلاقة حزب الله، تصدر بلدية النبطية بتاريخ 11/11/2022 في هذا اليوم العظيم يوم الشهيد 3 طوابع تذكارية مع بطاقة ومغلف. هذا الإصدار ما هو إلا خطوة توثيقية لهذه المسيرة والمسار الوطني اللبناني، فالطوابع هي تأريخ واحتفال بصري فني راق لحضارة وثقافة الشعوب. هي احتفال وتخليد لأبرز الشخصيات والمحطات لكل وطن وشعب. ومن هنا تأتي أهمية هذه المبادرة من بلدية النبطية لتوثق عبر هذه الطوابع مسيرة 40 عام للملحمة الإنسانية المقاومة التي اجترحت المعجزات في أصعب الظروف، فألهمت الكثير من حركات التحرر في العالم وستستمر منارة إلهام وأمل لكل مستضعفي الأرض. وللنبطية فصول من تلك الملحمة الخالدة، فعهدها طويل مع المقاومة والشهداء بتضحيات رجالها ونسائها وشيبها وشبابها. كنت فتى لم يبلغ الحلم يوم استشهد شقيقي غازي عيسى إسماعيل في ليلة قصف وحشي على هذه المدينة ب 13/11/1974. منذ 48 عاماً وقد تكرر هذه الاعتداءات وهذا المشهد مرات ومرات، من رحم ذلك القهر وتلك المعاناة ولدت المقاومة. أعطت من فلذات أكبادها لأجل فلسطين أولاً ولأجل كرامة الوطن والذود عن أراضيه وشعبه وحقوقه المشروعة ثانياً. استطاعت أن تثبت بداية أن للعين رموش تربك المخرز، ومن ثم اشتد عودها وشمخت المقاومة بفضل تضحيات أبنائها من شهداء وجرحى وأسرى وصبر مجاهدين وعوائل عزيزة وشعب جنوبي صامد، لتصبح المعادلة ردعية متكافئة العين بالعين، حتى وصلنا لهذا اليوم حيث يتهيب ويتجنب الجيش الإسرائيلي المواجهة مع المقاومة، لبل يتهرب ويلبس جبنه ألف اسم واسم. وخلال العقد الأخير من مسيرة 40 عام كذلك قدمت مدينة النبطية كوكبة من أبنائها كي لا تمتد الأيادي الداعشية لربوع الوطن ولتفكيك الخلايا الإرهابية التكفيرية المدفوعة من دول الاستكبار، شهداء وجرحى ومفقودين أعزاء لكل الشهداء لا سيما شهداء مدينة النبطية. نقدم اليوم هذا الإصدار الذي سيرسخ في الذاخرة والوجود إلى أمد طويل بأن فتية لبنانيين مؤمنين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومبدل تبديلا، وزرعوا أعلاما صفراء خفاقة في عمق التاريخ والجغرافيا والوجدان. وهنا لابد من شكر الأستاذ كامل جابر على جهوده في إنجاح هذا العمل، وكل من ساعده أستاذ أحمد خطاب والشباب. فباسمي وباسم رئيس بلدية النبطية والمجلس البلدي الذين
كلفوني لتمثيلي بهذا الاحتفال. أرحب بكم جميعا وكل عام وأنتم بخير والمقاومة بألف خير ولبنان بألف خير. عشتم وعاش لبنان. منذ 3 سنوات أطلقنا من هذه القاعة 3 طوابع في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر. سيحفظ التاريخ والذاكرة الشعبية الحية للمقاومة اللبنانية والإسلامية في لبنان ولشهدائهما إلى جانب شهداء المقاومة الفلسطينية الباسلة كل جهد مبذول من دون تردد وهوادة، وتقديم كل السبل من أجل حرية الوطن وأرضه وتحررهما من رس الاحتلال. وهل أغلى من الدم حينما يراق على مذبح الوطن لكي يحيا الوطن عزيزاً حراً منتصراً؟ وزعت عليكم بطاقات، أردنا أن تكون بطاقة الدعوة لتبقى في الذكرى والذاكرة. وعلى الناحية الأخرى من البطاقة هناك لوحة من لوحات المقاومة التي هي شكلت بحد ذاتها لوحة طابع، وفي كل مغلف يوجد 3 طوابع للذكرى. وعلى الراغبين بالحصول على أكثر من ذلك الاتصال بالحصة أو ببلدية النبطية. شكراً لكم، شكراً لحضوركم، وكل عام وأنتم بخير.